في شك ان منظومه التامين الصحي الشامل هي المشروع الاهم في مصر، لانه بيدعم القطاع الطبي بشكل كامل وبيوفر خدمات صحيه مميزه وبيعتبر مظله الحمايه الطبيه لكل المواطنين. تولي القيادة السياسية اهتماماً كبيراً بمنظومة التأمين الصحي الشامل وتوفير الاستدامة المالية اللازمة لضمان نجاحها، حيث تم إطلاق هذه المنظومة وفق القانون رقم 2 لعام 2018 الذي ينص على أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامي يقوم على التكافل الاجتماعي، وتغطي مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين. ويتم تطبيق المنظومة على المحافظات على 6 مراحل تنتهي في 2030، بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقصير مدة التنفيذ من 2032 وحتى 2030. تضم المرحلة الأولى بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء، الإسماعيلية، الأقصر وأسوان. أما المرحلة الثانية فتضم محافظات قنا، مطروح، البحر الأحمر. والمرحلة الثالثة تضم محافظات الإسكندرية، البحيرة، دمياط، سوهاج وكفر الشيخ. وضمت المرحلة الرابعة محافظات أسيوط، الوادي الجديد، الفيوم، المنيا وبني سويف. أما المرحلة الخامسة فتضم الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية. وأخيراً تضم المرحلة السادسة محافظات القاهرة، الجيزة والقليوبية. وحققت مستشفيات هيئة الرعاية الصحية طفرة طبية نوعية بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ويتضح ذلك من خلال معدل وتنوع الجراحات والعمليات باستخدام التقنيات العالمية وفق أحدث الإرشادات والممارسات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دولياً.